السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيطة اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف هواوي واي 5 2019. اول حاجة بنسجل الدخول لشبكة الواي فاي، وبعدين هنروح للراوتر هنفصل منه سلك الحرارة علشان الشبكة تكون بدون انترنت. بعد ما هنشيل سلك الحرارة من الراوتر بنضغط التالي، وبنستنى لحظات، بنختار استخدام حسابي في جوجل بدلا من ذلك، والطبيعي علشان ما فيش انترنت يقول لك اعد المحاولة لاحقا. بترجع خطوة بيظهر لنا اللون الاحمر اللي هو لا يوجد اتصال بالانترنت، وده اللي هيكون فيه الثغرة اللي ان شاء الله من خلالها هنتخطى حساب جوجل للهاتف هواوي واي 5 2019. بنضغط على علامة التعجب وبعدين معرفة المزيد التالي ووافق. في المرحلة ديت هنروح نوصل سلك الحرارة في قلب الراوتر علشان يوصل انترنت ونبدأ نكمل بقية الخطوات. بندوس على علامة الواي فاي علشان نعمل إعادة تحميل للصفحة. بعد تشغيل الانترنت على شبكة الواي فاي هيتظهر لنا المربع اللي تحت ده، بنضغط نعم، نستنى لحظات، بعدين نحرك الشاشة زي ما احنا شايفين، وبعدين نختار بدء الاستخدام، وبعدين نختار الإعدادات، وبعدين نفعل خيار الوصول إلى موقعي، موافق، وبعدين نختار سماح. في مربع البحث فوق بنضغط عليه، بعدين بنكتب أي كلام في مربع البحث، وبعدين نضغط بحث. هتظهر لنا الصفحة اللي قدامنا دي، بنضغط على الإفادة عبر البريد الإلكتروني، بيظهر لنا المربع ده، بنضغط على تطبيق الجيميل ضغطة مطولة، هيفتح لنا إعدادات الجيميل، بنختار منها إدارة الإشعارات، وبعدين نختار إعدادات إضافية، التلات نقط أعلى يسار الشاشة بنختار إدارة الحساب، بننزل تحت خالص وبعدين بنختار النظام. وبعدين بنختار إعادة الضبط، وبعدين بنضغط على استعادة جميع الإعدادات الافتراضية ونختارها تاني، وبعدين نختارها تاني، نستنى لحظات، جاري استعادة الإعدادات الافتراضية للتليفون. بمجرد ما تنتهي من استعادة الإعدادات الافتراضية للتليفون هيفتح معاك التليفون بدون أي مشاكل. وبكده نكون نجحنا إن شاء الله في تخطي حساب جوجل للهاتف هواوي واي 5 2019. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أي استفسار، أي مشكلة، طرق التواصل أسفل الفيديو.